الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة. الأخبار الاقتصادية لدى رجاء رمزي. تفضل رجاء. شكرا إيمان، شكرا أدا. مشاهدينا، أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الأول من سلسلة شبابنا يدعم قرارنا، والتي جاءت تحت عنوان برنامج عمل تعزيز الصادرات المصرية الأفريقية، صادراتنا لقارتنا، ليقدم من خلالها مجموعة من السياسات المقترحة بشأن آليات وسبل تعزيز تنمية الصادرات المصرية للسوق الأفريقية. واقترح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء منصة معلوماتية وبوابة إلكترونية موحدة للصادرات، مع بناء منظومة متكاملة للصادرات وربط الجمارك والجهات ذات الصلة إلكترونية، بالإضافة إلى تفعيل التكتلات التجارية إفريقيا على غرار النموذج الأوروبي ودراسة الأسواق ذات الميزة النسبية وأوجه الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة. وأكد أن مصر لديها مقومات وفرص واعدة لمضاعفة صادراتها وفتح أسواق جديدة، وتمتلك ميزة تنافسية في العديد من القطاعات التصديرية. انطلق موسم حصاد القمح وتوريده بمزارع محافظة القليوبية، حيث بدأ المزارعون الحصاد وتوريد القمح للشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع المخصصة لاستلام المحصول. بلغت المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 40,841 فدان على مستوى المحافظة. سيتم صرف المستحقات خلال 48 ساعة كحد أقصى من تسليم القمح. مع تلألؤ سنابل القمح الذهبية في الحقول، يتواصل موسم حصاد وتوريد القمح في معظم محافظات الجمهورية، خاصة مع اتخاذ أجهزة الدولة كافة الإجراءات والتيسيرات لاستقبال القمح. ففي مزارع محافظة القليوبية يحرص المزارعون على توريد القمح للشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع المخصصة لاستلام محصول القمح على مستوى المحافظة، خاصة مع الحرص على صرف المستحقات خلال 48 ساعة كحد أقصى. أنا زارع فدانين قمح بمحافظة بمركز طوخ، زرعته عشان لقيت سعر القمح في تدعيم من الدولة جامد لزراعة القمح، وبصراحه حقول الارشاد ماشيه معانا اول باول، من جابوا لنا التقاوي مجان وقصبوا لنا الارض ليزر، وجابوا لنا الستاره بتاع الخطوط بتوفر نسبه كبيره من الميه، ووقفت معانا حقول الارشاد، وقفت معانا في كل طريقه لغايه موسم الحصاد. وعلى مستوى محافظه القليوبيه بلغت المساحه المنزرعه بالقمح هذا العام 40,841 فدانا، منها 10,000 فدان زرعت بقرى مركز ومدينه طوخ. بالنسبه لمحصول القمح في مركز طوخ، الحمد لله وبفضل ربنا مساحه القمح السنه دي حوالي 10,000 فدان. ال 10,000 فدان دول في عندي منهم 96 حقل إرشادي وثلاثة تجميعات، حوالي مساحة التجميع حوالي 5 فدان بالنسبة للتجميعات. بالنسبة بقى لدعم الحكومة للفلاح، إن إحنا بالنسبة لدعم الحكومة للفلاح إن الدولة وفرت التقاوي، الأسمدة، المبيدات في حالة حدوث أي إصابات. دور الإرشاد الزراعي في محصول القمح بيوفر التقاوي، بنوفر السطرات لزراعة القمح، بندي التوعية اللازمة لجميع العمليات الزراعية من يوم الزراعة حتى الحصاد. التقاوي بيكون بمعدل 45 كيلو للفدان، الزراعة بالسطارة طبعا بتوفر التقاوي برضو 45 كيلو للفدان، زائد ان السطارة لما بنزرع بالسطارة اللي هي بتزرع وبتخطط بتوفر في كمية المية حوالي 25% من كمية مياه الري، وطبعا بنعمل ندوات إرشادية للمزارع من يوم الزراعة حتى الحصاد. وفي ضوء الحفاظ على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، تشير التوجيهات الرئاسية إلى ضرورة توريد أكبر قدر ممكن من محصول القمح في جميع محافظات الجمهورية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية. كما تواصل الصوامع والشون استلام محصول القمح لهذا الموسم من المزارعين، ذلك لمدة 3 أشهر
من خلال لجنة تم تشكيلها لاستلام المحصول. هذا وقد حضر المزارعون ندوات إرشادية تم تنظيمها لتوعيتهم بأفضل أساليب الزراعة والري بما يساهم في تحقيق إنتاجية عالية للفدان، وكذلك يتم توعيتهم بأهمية محصول القمح وضرورة توريد أكبر كميات من المحصول للصوامع والشوان. بجهود تنظيمية كبيرة ودقة عالية يتواصل موسم حصاد وتوريد القمح في معظم محافظات الجمهورية، ففي بني سويف واصلت الصوامع والشوان استلام محصول القمح لموسم 2023 من المزارعين، وذلك لمدة 3 أشهر من خلال لجنة تم تشكيلها لاستلام محصول القمح، حيث تقوم اللجنة بفرز الأقماح الواردة وإعطاء درجة النقاوة. الحمد لله احنا النهاردة في بدايات استلام القمح من المزارعين المصريين، والحمد لله بنقدر نوفر تمن المحصول القمح السنة دي في خلال 48 ساعة، والحمد لله النهاردة موسم 2023 موسم مبشر بالخير إن شاء الله لمصر كلها بإذن الله. واستعدادا لهذا الحدث الهام، شكلت مديرية تموين بني سويف غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية على مدار الساعة، وبالاتصال الدائم بغرفة عمليات المحافظة والوزارة لضمان جاهزية كافة مواقع الاستلام. ويبلغ إجمالي المساحة المزرعة بالقمح هذا العام داخل المحافظة 126,155 فدانا بمستهدف توريد 227,000 طن هذا الموسم. وكان المزارعون قد حضروا ندوات إرشادية تم تنظيمها لتوعيتهم بأفضل أساليب الزراعة والري بما يساهم في تحقيق إنتاجية عالية للفدان، وتوعيتهم بأهمية محصول القمح وضرورة توريد أكبر كميات من المحصول للصوامع والشوان. بتوجيهات من معالي وزير الزراعة ومعالي المحافظ اهتمام جامد جدا بزراعة وإنتاج القمح في على مستوى الجمهورية وخاصة في محافظة بني سويف. احنا الحمد لله رب العالمين زارعين السنة دي حوالي 126,000 فدان، ان شاء الله عندنا شوان وصوامع متوزعة توزيع جغرافي على مستوى المحافظة بصورة جيدة. وتحظى عملية تداول الأقماح بمتابعة كبيرة ومرور ميداني مستمر للسيطرة وإحكام الرقابة عليها، ومنع خروج المحصول خارج نطاق المحافظة ومنع تداوله بشكل غير قانوني. هي إذن جهود كبيرة تبذلها الدولة لضمان توريد أكبر قدر ممكن من محصول القمح في جميع المحافظات لتحقيق الاكتفاء الذاتي. أكدت نائبة محافظ البحيرة نهال بلبع أكدت على الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده. في كلمتها خلال متابعة يوم حصاد القمح بالحقل الإرشادي بكفر خليفة بإيتاي البارود، شددت نائبة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة الأقماح وانتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشوان والصوامع، وذلك للتحقق من جودة الأقماح الموردة. وإلى أسواق البترول العالمية التي تتجه أسعار النفط فيها نحو تسجيل انخفاض شهري بعد أن أثرت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة عليها، وأيضا عدم اليقين بشأن زيادة أسعار الفائدة على توقعات الطلب. هذا ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة بلغت 0.5% لتصل إلى 78 دولار و21 سنتا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 0.2% مسجلا 74 دولار و61 سنتا للبرميل، فيما ارتفعت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 0.28% لتصل إلى $2.35 للبرميل، فيما ارتفعت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 6.7% لتسجل $2.05 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0.1% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022. وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي يورو ستات،
انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي برمته بزيادة بلغت نسبة 1.3% بعد انخفاض بلغت نسبته 1.1% في الربع الأخير من العام 2022 وفقا ليورو ستيت. أغلقت بورصة الإمارات على ارتفاع بعدما رفعت سلسلة من الأرباح للشركات معنويات السوق رغم المخاوف المستمرة من التباطؤ الاقتصادي. وأصعد المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة بلغت 0.8% مدعوما بالمكاسب التي حققتها أسهم قطاع البنوك مع صعود أسهم معظم القطاعات. كما ارتفع المؤشر في أبوظبي بنسبة بلغت 0.4%. هذه الوقفة الاقتصادية مشاهدين، عودة مجددا إلى أداء وإيمان، فإليكم. شكرا لك رجائي.